البرلمان يناقش أسباب عدم تنفيذ حكم ضم العلاوات الخمسة للمحالين على المعاش. ده خبر من ضمن الأخبار الأولى على مسامع حضراتكم النهاردة. أتمنى قبل ما أبدأ الأخبار أنكم تنزلوا تشتركوا في القناة من زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، كمان تفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد. تفاصيل الخبر، تفاصيل الأخبار نقولها بعد ما نقول عناوين الأخبار. معانا أول خبر النهاردة وهو قروض لأصحاب المعاشات من بنك مصر والقاهرة، تعرف على التفاصيل. كمان معانا خبر يصل ل 500,000 جنيه شروط قروض معلمين، توقع اتفاقية مع بنك التعمير استخراج أكتر من 2 مليون بطاقة، معلومات هامة عن شروط صرف المعاش. هنبدأ مع بعض خبر تلو الآخر بالتفاصيل. الخبر الأول معانا معلومات هامة عن شروط صرف المعاش للأرامل والأبناء والأخوات. تفاصيل الخبر كالآتي: نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 والذي بدأ تطبيقه. أولا الأرامل، يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثق أو ثابت بحكم قضائي بات، ولا يكون الأرمل متزوجا بأخرى. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات. الأبناء، يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة. يشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن 21، ويستثني من هذا الشرط الحالات الآتية: 1- العاجز عن الكسب. 2- الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن 26، التي لم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة أخرى. 3- من حصل على مؤهل نهائي لا يجوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن 26 بالنسبة للحاصلين على المؤهل الليسانس أو البكالوريوس، وسن 24 بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل. الإخوة، يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت عائلة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. الجدير بالذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد وطأ تطبيقه بداية من أول شهر يناير 2020 باستثناء أربع مواد اللي هم 114 113 112 111 اللي اتطبقوا يوم 23 أغسطس. ده كان الخبر الأول معانا النهاردة. الخبر الثاني معانا النهاردة بعنوان البرلمان يناقش أسباب عدم تنفيذ حكم ضم العلاوات الخمسة للمحالين على المعاش. تفاصيل الخبر كالآتي: كتب الأستاذ أشرف أمين في جريدة اليوم السابع: تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبال المراغي 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، وتناقش خلال 4 اجتماعات يومي الأحد والاثنين طلب إحاطة مقدم من النائبة سلاف درويش وكيل اللجنة بشأن امتناع وزيرة التضامن الاجتماعي عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لها، وطلب إحاطة من النائب محمود عطية بشأن عدم تطبيق وزارة التضامن الاجتماعي حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص صرف العلاوات الخمسة المستحقة. كما تناقش لجنة القوى العاملة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد أحمد فؤاد بشأن تنفيذ حكم ضم العلاوات الخمسة للمحالين إلى المعاش، وطلب إحاطة من النائبة مرفت موسى الشرقاوي بشأن نقل وحدة الشؤون الاجتماعية بقرية ديروط أم نخلة مركز ملاوي محافظة المنيا إلى قرية سيف النصر، وطلب إحاطة من النائب رائف دمرايس بشأن إنشاء مكتب للتأمينات الاجتماعية بمدينة صان الحجر بالشرقية، بالإضافة إلى طلب إحاطة من النائبة عصام خلافة بشأن فرض اشتراكات تأمينات على أصحاب التروسيكلات والتكاتك بأثر رجعي منذ 2014 بمحافظة بني سويف. كما تتناول اللجنة في اجتماعاتها يوم الأحد والاثنين أيضا مناقشة طلب إحاطة من النائب أمين جودة بشأن عدم احتساب العلاوات الخمسة بأصحاب المعاشات وصرف إعانات لأصحاب المهن
التي توقفت عن العمل إجباريا وطلب حاطم بن سعيد طعيمة بشأن عدم صرف صندوق الرعاية الاجتماعية لموظفي التأمينات الاجتماعية المحالين لسن التقاعد في مايو 2015 وحتى تاريخه هذا. وتواصل لجنة القوى العاملة اجتماعاتها بعقد اجتماعين يوم الثلاثاء لنظر مشروع قانون مقدم من 60 نائب بشأن إنشاء نقابة العاملين والأخصائيين في المكتبات والمعلومات والأرشيف الإلكتروني في اجتماع مشترك مع لجان الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية. ده كان الخبر الثاني معانا النهاردة. أما بخصوص خبرنا الثالث وهو من جريدة البكالوريا وبعنوان زبالة المعلمين توقع اتفاقية مع بنك التعمير والإسكان للصرف الميزة التأمينية دون مصاريف إدارية. تفاصيل الخبر كالآتي: أعلن خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية صندوق الزمالة صرف الميزة التأمينية لجميع العاملين المحالين للمعاش بداية من 1 يناير 2020 من بنك الإسكان والتعمير بعد عقد بروتوكول مع البنك لتنفيذ ذلك. وأوضح الزناتي أن الاتفاق الجديد يوفر امتيازات كثيرة عن السابق، وأهمها أن كل عضو يفتح له حساب يتم تحويل المبلغ التأمين عليه دون خصم أي مصاريف إدارية عند سحب مستحقاته، بجانب عمل فيزا لكل عضو ليستطيع صرفها في أي مكان ومن أي بنك. وأضاف نقيب المعلمين أنه في حال ترك العضو مستحقاته في الحساب المخصص لذلك تحسب لها فوائد بداية من لحظة الإيداع وتضاف للمبلغ الأصلي، ولم يكن متاح في هذا ميزة سابقا أن الحوالات لا تحسب لها فوائد. وأضاف الزناتي أن الحساب الجديد يسمح بتحويل العضو معاش الحكومي عليه ومعاش النقابة أيضا ليجمع كل مستحقاته في حساب واحد. وطالب نقيب المعلمين جميع النقابات الفرعية واللجان النقابية توعية المعلمين الذين سيخرجون للمعاش بداية من 1 يناير 2020 بطريقة ملء استمارات الحساب الخاص بهم والتابعة ببنك التعمير والإسكان، حيث تم توفير الاستمارات بالفعل في مقرات النقابات الفرعية واللجان النقابية لتحويل الميزة التأمينية عليه وإرفاق ملف صندوق الزمالة الخاص بكل معلم محل المعاش معه. ونبه على أن الاتفاق الجديد مع بنك الإسكان والتعمير يسري على الزملاء الذين يخرجون للمعاش في 1 يناير 2020 حتى من خرج على المعاش في ديسمبر الماضي ولم ينهي أوراقه حتى الآن يحصل على أمواله بطريقة الحوالات ولكن على بنك التعمير والإسكان دون دفع أي مصروفات إدارية. من جانبه أعلن بنك التعمير والإسكان عن عدد من المزايا الممنوحة للسادة أعضاء صندوق الزمالة أعضاء نقابة المهن التعليمية طبقا للاتفاق مع نقيب المعلمين، وهي: 1- تحويل مكافآت نهاية الخدمة لكل عضو على حساب تحويل المرتبات ذو عائد شهري والاستفادة بالمزايا المقررة على الحساب وبدون مصاريف الحساب والبطاقة، الموافقة على تحويل معاش الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الخاصة بأعضائه على نفس الحساب بدون مصاريف في حالة موقفه، أعفاء الأعضاء من عمولة السحب 3 مرات من ماكينات الصرف الآلية التابعة للبنوك الأخرى ومكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية وفي حالة الصرف في فروع مصرفنا بدون مصاريف، إمكانية تركيب ماكينات صراف آلي في النقابات الفرعية ونوادي المعلمين بالمحافظات، إمكانية صرف قيمة المكافآت للأعضاء قبل بلوغ سن القانون للمعاش، منح فلوسي فون وبطاقة ميزة بدون مصاريف، تم تحديد زميل بكل فرع مسؤول عن مقابلتهم، مراعاة حسن التعامل مع العملاء، التواصل المستمر مع العملاء بهدف الترويج لمميزات المنتجات والخدمات المستحقة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. شكرا ليكم على حسن المتابعة.